بدعوا من القمح خرجوا انواع وانواع تاع الكسكس تاع الاكلات الشعبيه تاع القمح. ايه هو غير القمح منو نخرجوا خرجوا منو حاجات يعني ما نديروش الدجاج نديروا القمح كي نخلطوه بالبلور ولا نديروا الحموم ولا نديروا حاجه يعني لا باس تاعو هو الـ هو الـ انا شفت حتى تاع الاعشاب على الله تعالى نديروا الكسكسي حتى بالشو تاع ايه ديجا حنا كيما هذا ولا عندنا عندنا اي عندنا النعناع اش ايه عندنا النعناع وعندنا الزعتر صح راه خيره لازم تحطي الماء وشي ايه صح شويه كتلا فومول علينا كومون بزاف عليكم كيعجبك يدو علينا الحمد لله يا ربي الحمد لله ما شاء الله رانا الحمد لله هاي الحمد لله